لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بن حمادي. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حصتكم، حصة زيتنا في دقيقنا. اليوم رانا مع الأخت فريدة. مرحبا بك أخت فريدة. سلمك وهلا. أي سلمك ونحيي الناس اللي تشوف فينا كامل. مرحبا بهم معنا. قولي لي فاطمة زهرة واش راح ديري اليوم؟ فاطمة زهرة واش راح ديري اليوم؟ اليوم رايحين نديروا طعام بالخضرة. طعيمة بالخضرة. تاع كل يوم. تاع كل يوم. تاع اللي الناس قاع تقدر عليها. حاجة سهلة بالبزاف. لهذا الطعام لازمنا بصيلة، طعام فريدة دايما لازمنا البصل تكون شوية بزيادة. الخضرة اللي عندنا في الدار كاع نديروها بون كيما الخرشف، راني غليته نقيته غليته باش نعطي نصيحة على الخرشف باش يقعد في الفريجيدير دو بريفيرونس نشريوه نقيوه وما نشلوش، نخلوه في ان ساشي تاع كونجيلاسيون، نخلوه لتحت تحت يشد والله غير شحال من نهار يشد لك تخي بيان، كلي هذاك ونقطعتيه نقطعو ونديرو في ساشي بلا ما نشمخو بلا ما نشلو، نخليه هكذاك كي يومين ثلاثة نحب نطيبو نجبدو نصيبو على حالو، هو هذاك الماء اللي يفسدو وي يقعد على حالو، كيعود منقي بلا ما يقعد على حالو، كي نسحقو نجبدو. بون نغليوه بيان سور، عندنا حبيبة قرعة، عندنا حبيبة زرودية، حبيبة لفت، حبيبة بطاطا. واش كاين واش كاين في الدار؟ ما نسحق الكابويا ما حتى الحشاوش يجيو في يجيو في الطعام، كل شيء تيجي به. دونك واش نديروا لنا قرنينه واش عندنا في الدار؟ وهذا تاع الشتاء هذه هي. كانوا فاطمه الزهراء في زمان كانوا نشفى يما الاخر السمانه الاخر الجمعه كانوا يقولوا هاد بالسبت كانوا واش يقعد كان في الدار هذيك يطمهم يديرهم طعيمه. هذا هو طعامنا تاع اليوم. تاع اليوم ان شاء الله. بون انا درت القدرات تغلي على الطعام باش نفور، واليوم فريده راح نديروا طعام تاع الشعير. تاع الشعير فوالا. نبداو قبل. يعطيك الصحة فاطمة الزهراء. ايه هسنا نشعلوا قبل. كانوا زمان يديروا بارد في بارد. بارد في بارد وي. دوك نقليو برك البصل، انا نحبها مقليه تتلق البنة. ايه تقلى. فوالا راح نبدل هذا لهنا. وقيلا سبقت الحطب قبل ما يخطب. مش علي انا نسحقوها. هنا نبداو برك نبداو فريده برك في الفصل. اعطيني زويته. بسم الله الفصل تاعنا مغرف. تعطيني مغرف تاع العودين صغيره يتما. نديرو الزيت ونديرو شويه تاع السمن. هذا الطعام كي يتسمغ يتسمغ بزيت الزيتون. زيت الزيتون هكذايا كي نسمغوه ندير شويه تاع الزيت وندير هاك. نقدروا نديرو ثاني السبك فاطمة الزهراء. السبك يجي تري بيان. ايه فوالا ندير شويه تاع السمن، اللي ما يحبش السمن يدير زيت وحده وخلاص هكذايا. نشمخو قبل الطعام. نشمخي كسكس. هذا هو طعامنا تاع الشعير. نخلو هذه هنا معليش. وي هذا هو دونك نشمخو عادي. عطيني نقص فريده كيما نشمخو طعام او طاس تاع الماء بارد ونهيه باسكو هذا راه سخون نمرقو به. بسم الله. يعني هو في الحق الطعام تاع الشغير خير من تاع مليح للكولون مليح كلش. فوالا بسم الله نشمخوه. ودوك الناس كاين كامله راهي الدنيا كاع تشكي غير سي لو ستريس فريده. هذا هو والله. فوالا نشمختو بيان ونخليه يشرب شويه لو طون كندوزنو القدره تاعنا. يقولوا طعام بالخضره يبننوا البصل بيان سور يديروا بصل كبير. ايه هذيك البصيله يديروا يحب يدير مكعب تاع الدجاج يدير ما كاش مشكل، مي هو اصلا يجي غير بالخضره ولي ليغوم. ثاني على بالك حاجه مليحه بالبزاف بصح بصح فاطمه الزهراء ولا غير كي كنا صغار البنه تاع الخضره ماشي كيما كيف كيف. سبحان الله فريده الخضره راهي في ليسيغ صديق في هذاك البلاستيك على بها ما فيهش البنه. بون نملح الطعم تاعي وبكري كنسمشوا الهواء. كا
كانت تلفت فيها واحد البنة دوك كل شيء فيه البنة. هاو يشرب بالخف. الدراري فاطمه الزهراء عادوا ما ياكلوش الخضره، ناكلوا حنايا نطيبوا واش ياكلوا هما. ايوا علاش رانا نديروا في ليغراتا ونديروا غير باش ياكلوا ديك شويه تاع الخضره. هذا ما كان فريده. هذا راس الحانوت، هذا حار. نديروا العكري، هادو هما راس الحانوت الحار والعكري. ديري شويه تاع الماء سخون فريده. فوالا بسم الله. هكذا ندير واحد زوج مغارف تاع الطوماطيش، زيدي ديري الشامه كبي. قلات البصل خلاص يما. هلا البصل لا مرقه حمره. واش نقول لكم زيت الدهن وزيت الزيتون حاجه واحده اخرى. الزيتون دونك واش نديرو دوك؟ نرمي الخضره فريده هكذا، نرمي كل شيء على خضره. ديري له شويه زيت فاطمه. ديري له دوك شويه زيت. نجيب تبسي باش نحط. ثم الرقاق نديروهم صحاح باش كيكونين. فاطمة الزهراء كيبر كسنا كسكسو في الدار، واش نديرو؟ نجوزو في السيارة قشينة. انا نحب طعم فيه الزروديه. جبني انا نحب الزروديه طعم ناكلها ناكلها البنت خير من الفطور. نحب الزروديه والخرشف. والخرشف قال لهم رقدوا. فريده بعث لك خطره طعم بالخرشف والفول. جبني جاهي على بالك في الدار بعثت لهم كام تبسي تبسي سلواسي. يا خاطش قالت لي مالك مش عمري ما ذقتو. قلت يا خي بعثه لكم. ها هو الخرشف تاعي راه مغلي وصافي. و لي بري كوي صادير طيبتو شويه في درتو في لاكوكور هكذايا. اعطيني الملح فريده ما درناهاش. الملح بسم الله. هاك الا زيدي مرقه شويه فضيله دوك نزيد شويه. نرمي الحميصه ثاني هكذا. حاولوا نديجا واش بغات فريده شتي. ها غير بالخضره ما نديرو لا لحم لا والو. تعمريه يعطيك الصحه فريده. نورمالمون بدي براسي هنا شويه نخليو ليه تسع. شتي المعاونه واش دير؟ تغلب السبع الحمد لله. لازم يتعلموا ولادنا ياكلوا الطعام بالشعير ان شاء الله. يعني الكبار كاع يحبوه. ياكلوا الدراري شويه واعرين في الماكله الدراري. هاتي تشوفي ولاد بنتي فاطمه الزهراء درت صابو دايره كسكس تاع الشعير. قالوا لي يما درتي له كاكاو؟ قلت لهم ايه كاكاو. ايه ما يعرفولوش. حنا نخليو الطعام تاعنا يفور
نعاود نحيه ومن بعد ندير له زويته ونعاود نعاود نفورو اون دوزيام فوا نزيد نشربو ونفورو. ان شاء الله ان شاء الله. فوالا هذه هي والمقا تاعنا راهي طيب. عودنا وليله لكم مع الاطباق تاعنا كما راكم تشوفوا. انا درت هذاك المقارون اللي جاي غصوغ درتو كما شفتوا، درت حبيبه تاع الطوماطه، جبنا الزيتون، زيتون خضر عمرناه بشويه تاع فلفل احمر، فلفل حلو احمر مشوي، وسيناه دورناه في الروبور حيناه شويه، عمرنا دوك الحبيبات تاع الفلفل بامبوشادوي قطعناها شويه من تحت، وجبنا عمرنا دوك الحبيبات تاع الفلفل ساهل بالخف وسيناه، وديك شويه تاع الكبداش كلي شويناه عملنا كلي شويناها. يعني ساهل هذا المقارون، دقيقه الاخرى نقدروا نديروه. درتي طوماطيش الدرسه يتوسع، درت سنينه الثوم، الملفت الكحل، والاعشاب هذوك الاعشاب النسمه. هذا هو المقارون تاعنا، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم، ونشوفوا مع فاطمه الزهراء مع كسكس بالمرقه. انا هذا كما راكي تشوفي فيه فريده طعام بالشعير هكذا، درناه غير بالخضره اليوم، حاجه يعني سهله بالبزاف، والطعم تاع الشعر كما يقول لك مليح اللي ياكلو. والخضره قد ما عندكم الخضره هي تكون في الدار كاع ديروا بها الطعام باش يجي. صح، هادو هما الاطباق تاعنا فريده. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعجبوها. ان شاء الله يا ربي، ونتلاقاو تلاقاو في الخير يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بالحمادي.